الميول البروفلاكسس خلاص سهله جدا اساسا احنا هنعمل ريفيجن لما اخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ديفينيشن ما معنى الميول البروفلاكسس. احنا اخذناها بس نراجع. وهنعمل كلاسيفيكيشن للميول البروفلاكسس وهنتكلم على الفاكسينيشن. اخذت فاكسينيشن صح؟ كوميونتي. وهنعمل امتحان الله يعني كلها. ما معنى الميول البروفلاكسس؟ بسيطة انه كيف نعمل بروتكشن اجينست الانفكشن باي الاكوايرد اميونيتي. خلاص شباب اذا ما معنى الميونو بروفلاكسس؟ انه اعمل بروتكشن اجينست الانفكشن باي الاكوايرد اميونيتي. وهذه البروتكشن اما ان تكون اكتف اور باسف. جميل. في شقين، في شق اكتف اكوايرد اميونيتي وشق نسميه باسف اكوايرد اميونيتي. كيف تتم؟ اكتف يعني ايش؟ ركزوا معي لما حيجي الان اكسرسايز صح؟ اكسرسايز على زوجين بعدها. طيب اكتف يعني ايش؟ الانسان اخذ الانتيجين ها؟ ركزوا معي اكتف اخذ الانتيجين عمل ستيموليشن للاميون سيستم يعني عمل انتي برزنتيشن وعمل اكتيفيشن للتي هيلبرسل وتعب الاميون سيستم وعمل بروليفريشن وعمل طلع مثلا سايتوكاينز وعمل اكتيفيشن للبي سيل وتحولت بلازما سيل وطلعت انتي بوديز وحصل اميون ريسبونس. وبالتالي يحتاج لوقت تعب الاميون سيستم تعب واحتاج لوقت واكيد لو ما تعب طلع الميموري عشان تحفظ هذا الانتيجين اللي دخل. واكيد هناك لونج بيريود لانه صعب فحيحمي الجسم لفتره طويله. جميل. هذا نسميه اكتف. اذا الاكتف واحد تعب. جميل. باسف ما في اي تعب. اعطيناه حاجه جت انتي بادي جهدت في مكان اخر واخذها الانسان. اذا الاميون سيستم ما اشتغلش وبالتالي الانتي بادي حتشتغل اميديت على طول. الامر الاخر ما في رول للاميون سيستم خالص لانه جت له مناعه جت اذا من الخارج. ومن هنا سميت فاسد. الامر الاخر انه ما في ميموري سيل لان الميموري سيستم ما اشتغلش خالص. المناعه كلها جات من خارج. وكمان لين باسف اخذت بدون تعب فشرت بروتكشن حقها. جميل. الان السؤال لكم على الخوان. في تصوركم الاكتف كيف حيحصل لما نعمل حاجه تعمل للشخص اكوال ديمينتي خلال ايش؟ فاكسين. اللي يقول فاكسين يرفع يده. جميل. غير الفاكسين؟ برافو عليك. انفكشن. غير الانفكشن؟ ها؟ فاكسين تمام. فاكسين او شخص اصيب بمرض حقيقي وتعب وتحولت الى اكتف مناعه عنده. تفضل. ها؟ ما صالح. اذا انا اطولت المحاضره ما دخلت خبره ترانسفيوجن يعني خرجنا من المحاضره بسيطه تماما. ها؟ لا اتكلم انا اكتف الان. اكتف تعب. فزي ما قالوا الجماعه انتروداكشن اسف فاكسينيشن وانفكشن. باقي حاجه كمان. ها؟ خلاص احنا قلنا فاكسينيشن حنفصل فاكسينيشن. انا اعطيكم فاكسينيشن وبعدين كيف طبيعه الفاكسينيشن حنتكلم عليها. طيب في حاجه سمعتوا عنها اسمها سب كلينيكال. يا سب كلينيكال انه شخص يتعرض للانفكشن وما يظهرش عليه اي مانيفستيشن زي لو اخذته بالهيباتات اي فيروس. بعض الناس نيجي نشوف نتفاجئ عنده اي جي جي للهيباتات سي وهو لا مرض ولا جاله جوندس ولا اخذ لقاح ولا شيء. نقول ايش اللي حصل عنده؟ حصل عنده صب كلينيكال. فدي من ضمن الاشياء اللي تعمل الميون سيستم بس ما كانش عنده مانيفستيشن. اذا ابسط الموضوع لكم بالاتي. الاكتف اكوارد اميونيتي يا تكون ناتشرال يا تكون ارتفيشال. الناتشرال يا ديزيز مريض شخص اخذ مرض واخذ اورجانيزم وتعب وجلس في السرير وحمى وتكونت معه مناعه فور برولينج تايم. او صب كلينيكال. شخص ايضا تعرض للاورجانيزم بس ما حصلش عنده مانيفستيشن او ارتفيشال باي فاكسينيشن. جميل. الباسف تتصور الباسف
كيف ممكن يكتسبها؟ على واحد على واحد ها؟ انترافيروس امينوغلوبين يا امينوغلوبين جاهزه صحيح؟ ها؟ برافو عليك ترو بلاسنتا ترانس بلاسنتا تفضلي برافو عليك لاكتيشن بريست فيدينج تمام عاد حاجه باقي شو حضر سهل ها باقي حاجه فبس قولها وخلصنا بالموضوع تفضلي كيف؟ برافو عليك انتي السيرام اللي هو انتي توكسين يلا لا تعالوا شوفوا برضو بالباسف ممكن ياخذها الناتشرال وارتفيشال ناتشرال يا بريجننت وومن عندها اي جي جي بتروح تعطي لوليدها هذه الانتي بوديز فتحمي باسف تعب المولود او الفيتس تعب ما تعب حصل انتي بودي جاهز ثرو بلاسنتا او اللاكتيشن مش باللاكتيشن تعطيه عمليه الكوليسترول سيفكري اي جي Artificial بالانتيتوكسينز أو transfer of antibodies نعطي انتيتوكسين جاهزة مثلا حق الدفتيريا نعطيه انتيتوكسين للدفتيريا أو للتيتانوس جاهزة بنسميها Artificial بينما هذه البقية هما Natural إذا Acquired Immunity ياخذها بالناتشرال أو Artificial طبعا ما حسب Sub Clinical والباسف كمان Natural وArtificial طيب لو سمحتوا ممكن تعملوا لنا كومبيرنج الان بتوين الاكتف والباسف تفضلوا حصلكم اكسرسايز اكتف وباسف معي لو سمحتوا اول امر الرول اوف ايميون سيستم هل في رول في الاكتف اكيد لا ميجر رول الباسف ما في رول الميكانيزم لا يحصل اكتيفيشن للبي سيل يحصل اكتيفيشن للبي سيل كم بروسس حقها خلاص يا شباب الميكانيزم بالنسبه للباسف حاجه جاهزه ترانسفير الانتي بودي جاهزه سواء كانت ناتشرال او ارتفيشال الاونست اوف بروتكشن ديلي لانه تعب عليها بينما هنا ايميديت الديوريشن اوف بروتكشن هنا لونجر وهنا شورتر ديفلوبمنت اوف اميون سيستم ياس هيحصل ديفلوب هنا ما في اي ديفلوب حاجه جاهزه اكزامبل كلها ناتشرال انفكشن فاكسينيشن هنا عندي توكسين او الماترنال انتي بوديز طيب خلاص اخر جزء هنتكلم عليه الفاكسينيشن طيب اول فاكسينيشن شباب يا شباب فاكسينيشن معناها انها ستيموليشن للاميون سيستم بسيرتن هارملس انتيجين ركزوا معي اهم نقطه انه هارملس انتيجين ولا وش الفائده ان انا عدنا اعمل انفكشن للشخص لكنه هارملس انتيجين ليش عشان يعمل بروديوس اكوارد اميونيتي ونقول عليه اكتف لبروديوس اكتف اكوارد اميونيتي طيب البروبرتيز كان المفروض اناقشها لكن ما لوجيك يعني اساسا بدون ما اناقشها لما يكون الايديال فاكسين اكيد لابد انه يكون سيء صح اي لما نقول ما هو الفاكسين المثالي اكيد لابد انه يعطي مناعه طويله اكيد لابد انه يكون رخيص اكيد لابد انه استخدامه يكون استخدام سهل فبس دي عرفنا وحنجاوزها طيب تعالوا نشوف التايب اوف فاكسين كيف نعمل لها كلاسيفيكيشن نعمل لها كلاسيفيكيشن كالاتي هم ثلاثه فقط حنتكلم عليهم في حاجه بكتيريال فاكسينز وفيرال فاكسينز خلاص يا شباب حنتكلم عن حاجه النيو تكنيكس في الفاكسين برودكشن البكتيريا اللي تكون للهول بكتيريا بالكامل يا تكون لكومبوننتس نفس الوضع بالنسبه للفيروس يا يكون للهول فيروس بالكامل يا يكون لكومبوننت
الفيروس والنيو تكنيكس حنتكلم عليها. اذا فيري سمبل بالنسبه للكلاسيفيكيشن، معنا يا بكتيريا يا فيروس. بكتيريا يا للبكتيريا كلها هول بكتيريا، يا كومبوننت في البكتيريا. الفيروس نفس الوضع، يا لكل الفيروس يا كومبوننت. ركزوا معي اليوم تقييم بيجي على اكسرسايز بعد شويه، ركزوا معي تمام. طيب تعالوا نشوف البكتيريا الفاكسينز في الهول سيل فاكسين او فاكسينيشن. كيف يعني؟ كل اور ان اكتيفيتد كل اورجانيزم. كيف نعمل له كل؟ هذا الاورجانيزم عرضناه لهيت او عرضناه الكيميكال زي الاسيتون. فبي ايش اللي عملت؟ قتلت الاورجانيزم، عملت له كل. يعني هذا الاورجانيزم لايف بعد ما عرضه للاسيتون او عرضه للهيت اصبح كل، لكنه نفس النيتشر بروتينز او الابيتوبز على السيرفس حقه ما حصلهاش اي تشينج، لكن ما عادوش لايف. ممتاز. مثال له زي البرتاسس، خدتوها؟ ايش اسم الاورجانيزم؟ بورتزيلا برتاسس اللي بتعمل السعال الديكي، زي حاجه بنسميها التاب، تايفويد بارا اي بارا بي، برضه كل، زي الباكسين حق الفيبريو كوليرا مثال له، برضه كل. الامر الثاني في للبكتيريا للهول اللي هو البي سي جي فاكسينز. البي سي جي فاكسينز زي ما انتم عارفين اختصار الباسيلس اور باسيلاي كلايمت بيورين، اثنين اخوان، واحد اسمه كلايمت واحد اسمه بيورين، اكتشفوا ذي من الموبايل مش احنا المايكوبكتيريوم، معنا مايكوبكتيريوم توبركلوزس، معنا مايكوبكتيريوم، فهي جايه ليس من الهيومن وانما من البوبايل. فايش يعملوا لها؟ يروحوا يعملوا كلشر لها، ولذلك اتنويتد هي عايشه، لكنها من كثر ما تعرضت لوسط غير مناسب لنموها ضعفت الاورجانيزم ده. فلو ما يحضروا للشخص هي مش قادره انها تعرضت طيله حياتها لفتره طويله، ينقلوها من كلشر ما هيش سوتبل لها الى كلشر ما هيش سوتبل لها الى كلشر ما هيش سوتبل لها، فتفقد قواها، فيسموها اتنويتد ويعطوها البي سي جي. ولذلك خطوره الاتنويتد ما نعطيش للناس كبير كومبرمايز، لانه اساسا قد ضعيف لكنه لايف ستيل لايف. فلو كان الشخص امين كومبرمايز ممكن يقلب ويحمل الديزيز. فدي شهير بالنسبه لل، وعلى فكره ايوه مش الان بس طبقوها بعدين عشان كل واحد يعرف منكم انه ملقح للمايكروبكتيريا توبركلوز يروح البيت ويفتح هنا الكتف اليمين او الشمال، اذا حصل سكار يقول الحمد لله، ما حصل سكار مش دحين تفتح دحين ده. بعدين سكار دلاله على انه حصل اميونايزيشن للبي سي جي فاكسينز. طيب خلاص بعد البكتيريا الكومبوننت شباب، بكتيريا الكومبوننت يا شباب انا معاكم الاكسرسايز حقيقي. هذه بكتيريا ستراكشر تكلمنا عليها، سواء البرتاسس سواء التاب اللي هو تايفويد برا اي برا بي، سواء الفايبريو كوليرا. بكتيريا الان هي تطلع كومبوننت، شايفين؟ تطلع برودكت. احنا عاوزين نعمل فاكسين للبرودكت لانه ما تهمناش البكتيريا، يهمنا برودكت. مش واحد من البرودكت، حتى البكتيريا لو كبسول هو برودكت اساسي. فتخيلوا اتفقنا عليه هو تي سيل اندبندنت انتيجين، مش قلنا لانه بوليسكرايد فهيطلع على طول اي جي ام، فاحنا نروح نربطه بكارير بروتينز مثال زي الاتش انفلونزي، هيمولاز انفلونزي، ستريبت نيموني، النايسيريا مينينجيتس، دول كلهم ممكن لانه عليهم كبسول، فنعمل ما نسميه بالكارير بروتين حتى نضمن مشاركه التي البرسل حتى تكون المناعه كله تايم. من ضمن البرودكت توكسين كوراني بكتيريا بدكتيري، مش بتطلع على اساس مش بكتيريا ما تهمناش خالص، يهمنا التوكسين. فيروح يمسكوا التوكسين يعرضوه للفورمالين يتحول الى توكسويد. اويد ايش معنى اويد؟ شبيه بالتوكسين. فبالتالي حتطلع مناعه للتوكسين انتي بادي بتعمل نيوترلايزيشن. نفس الوضع بالنسبه للتيتانس، للتيتانس نعمل توكسويد اللي هي البروستيريا التيتانيك. فديزيز تيتانس نروح نعمل
التوكسين يعرضه الفورمالين حيتحول الى توكسويد فيكون ذا از فاكسينز. الفيرال خلاص احنا على مشارف النهايه. الفيرال الهول سيل فاكسينز في معنى كل inactivated. وهنا في بعض الناس العلماء يعترضوا على كلمة الكل. ليش؟ ها؟ لأنه ما اتفقناش إنه حي أساساً عشان نقوله كل. ما اتفقناش إن الفيروس كائن حي. فاحنا نقول إنه الكلمة inactivated هي أفضل من كلمة كل. لكن طبعاً موجودة في الكتب العلمية. لكن بعضهم يعترضوا يقول ما من أساس ما اتفقناش إنه كان حي. فكيف نقول عليه كل؟ فنقول عليه inactivated vaccines. نفس الوضع نجيب الفيروس ونعرضه للفورمالين فهيكون ذا كيلد اور ان اكتيفيتد لكن اللي بتوب محافظ عليها ونحضره حتطلع ما نسميها بالمناعه زي السولف فاكسينز في البوليومايلايتس عشان نمنع البوليومايلايتس او ما نسميها بالريبس فاكسينز كلهم دول كيلد فاكسينز اور اصح ان اكتيفيتد فاكسينز اللايف اتنويتد فاكسينز سابين فاكسينز اللي هو كمان بيستخدم للبوليومايلايتس ويتاخذ بالاورال او الام ام ار اللي هو مامز وميزز وروبيلا كلهم دول ما نسميهم بالاتنويتد فاكسينز وقلنا فكره الاتنويتد انه يعرضوا الاورجانيزم لوسط غير مناسب لنموه فيوفروا له مواد ما يطيقهاش هو فبالتالي يضعف وبالتاكيد ينهك وينقلوه من مكان سيء الى مكان سيء حتى لما يصبح اتنويتد وبعدها يستخدموه فور فاكسينيشن. الفيرال كومبوننتس ركزوا معايا جدا المفروض اخذته في الانترودكشن اوف مايكروبيولوجي دي ان اي ريكومبينيشن كيف الوضع الان مثلا معايا هيباتايتس بي مش اساسا الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين هو عباره موجود البروتين هذا موجود له جين ريسبونسبل في الجين حق الفيروس فهذا مثلا يروح يجيب الجين الريسبونسبل للحاجة اللي عاوزين نحمي الناس منها فيأخذوا الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين يعملوا كاتنج للجين فهذا الجين موجود اللي هو التارجت جين بعد كده يروحوا يجيبوا بلازميد ويحملوا هذا الجين اللي قطعناه داخل البلازميد فأصبح البلازميد الآن يحتوي على الجين اللي عاوزين نمنع الناس أو نكون له مناعة حتى الناس يستفيدوا منها بعد كده نروح ندخل هذا في إيكولاي إشريشيا كولاي أو يستسل دي حتنقسم على طول فمش حتمر 24 ساعه 48 ساعه الا معانا ملايين الخلايا نعمل بيوريفيكيشن ونحقنها للاشخاص بعد ما يعمل بيوريفيكيشن وراح يكون مناعه لكومبوننت في الفيروس اللي هو هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين حتتكون بعدين انتي بوديز لهذا الفيروس لما يدخل الفيروس الحقيقي قد الانتي بوديز جاهزه حتمنع الانفكشن على الليفر واضح ده نسميه الريكومبوننت اور الريكومبوننت جينيتيك او جينيتيك ريكومبينيشن او ريكومبيننت فاكسين ولذلك الان مفروض الجميع كلكم على فكره ما حد يروح سنه رابعه الا واخذ الهيباتيتس بي فاكسينز وعلى فكره في نوعين ان شاء الله يكون نوع ثاني ما عادش موجود في واحد هيومن درايفد بلازما فاكسين وواحد ريكومبيننت فاكسين الافضل هو الريكومبيننت فاكسينز اللي تكلمت عليه بهذه التكنيكس الكومبوننت من الفاكسينز الاخرى يسموها السبلت بريبريشنز للفاكسينز انتم مش اخذتوا الانفلونزا مش على الانفلونزا هي الانفلونزا والنيورومانيديز على السيرفس حقها يروحوا يعملوا ديستراكشن لهذا الفيروس وياخذوا الكومبوننتس دي اللي هي الهيم انفلونزا فقط والنيورومانيديز صار انك تدور هذا الحين استعجل اصبرنا البيت مستحيل اصبر هذا انه خبرست وتطمن طيب فيروح يكسر الباب وياخذ الكومبوننتس دي زي الهيم عبروتينين ونيرومانيدين ويحقنوها على الشخص ركزوا معي بروتين هي مش حيكون الشخص انتي بوديز لها لما تكون في الشخص ده له انتي بوديز لو دخل له الانفلونزا فيروس الانتي بوديز اجينس الهيم عبروتينين والنيرومانيديز جاهزه والله صراحه شوفوا هذا السؤال الان اللي حيجاوبه ركزوا معي وهنا ارجو انه تسلم الورق علشان اصححها ليش الفورم اوف فاكسينز ديتيرمينز ذا كاينز اوف اميون ريسبونس بروديوسد يعني نوع الفاكسينز حيكون له دور في كاند اوف اميون ريسبونس فممكن
فممكن تجيبوها لي. تفضل. ركزوا معي اللي جاوب هقول لك يا اللي جاوب معنا انه ها دعوا لذلك انا لو بس لا لا قصدي لا تحبطوش لو قدر ما حصل شيء حنتفاهم لا تحبطوش ها طيب ركزوا معي طيب هذا كلب فاكسين حاجه حاجه كلب فاكسين مش حيالله هاي بتسي كراستو لأنه فيزيكال مش حتجيله تي هيد برسل وحتى ما اكتيفيشن حيطلع بيسل خلاص يا شباب حيطلع عندي بوديز فقط خلاص يا شباب طيب لايف فاكسينز اللي هو لايف اتنويتد مش حيعرض على ام سي كراس 1 اول وبعدين ام سي كراس 2 حقول لكم ام سي كراس 2 متى مش هو لايف اتنويتد فيروس حيدخل داخل الخليه وحيحصل له فراجمنتيشن وحتعرض الخليه بتبتايد حق على ام سي كلاس 1 لو ما يعرض على ام سي كلاس 1 مش حيعمل اكتيفيشن للانتي بوديز دي صار تكتك دي سيل وبعدين يظهر انتي بوديز بس نقطة ثانية ركزوا معي الان الفيروس لما يكون داخل الخليه مش حيحصل له فراجمنتس والفراجمنتس دي حتخرج خارج الخليه الفراجمنتس دي تاخذها الانتي بريزنتنج سيل وتعرضها على ام سي كلاس 2 وتيجي فيها البرسل وبعدين تطلع انتي بوديز اجينست هذه الفراجمنتس فبالتالي اللوجيك انه اللايف اتنويتد از بيتر ذان الكلد فاكسين لانه حنضمن انه تدخل مع المناعه التو تايبس اوف اميونيتي سواء كانت سيل ميديت اميونيتي او هيومر اميونيتي اللي حال كده يرفع يده يا سلام انا سعيد يعني عرفتوا؟ وبعدين هنا هنا الحال حضرتكم الشيء هذا give reason no role of T cytotoxic T cell against killed vaccine لانه السعر على الكلد فاكسين مش حيالله هاي الانتجراسيون فبالتالي مش حيكون لها روز ما شايفين؟ اذا انا حاعمل امتحان وانا مرتاح آه. طيب هذه الكلد فاكسين معناها نوت انفكت
السيل، ما فيش اكسبريشن على ام سي كلاس 1، بالتالي ما فيش رول في خاصه في السيل. في نيو تكنيكس للفاكسين سمبل وركزوا معي، مهمه جدا لان المستقبل قائم عليهم. اول حاجه قالوا العلماء بالجينيتك ديليشن. شوفوا الفكره حقهم فكره ضايعه جدا. قالوا مش الكوروناري بكتيريا الدفتيري، المشكله فيها هي التوكسين. قولوا ايوه. خلاص نروح نمسك البكتيريا دي ونشيل التوكسين الريسبونسبل ونحقنها، وبالتالي شيء على طول راح التوكسين وحقنا بكتيريا بدون توكسين، وبالتالي حتكون مناعه جنس البكتيريا مش حتسمح للبكتيريا اساسا تدخل عشان بعدين تطلع كمان برودكشن للتوكسين. فاذا اول تكنيكس فكروا به انه يعملوا الريسبونسبل جين للفيرولنت يعملوا له ريموفي اور ديليشن. واحد مثال لها زي الكوروناري بكتيريا الدفتيري. الامر الثاني شو عرفت هذا من الاشياء الريسنت. جابوا حاجه بنسميها ريكومبرنت فيكتور فاكسينز. قالوا البي سي جي فاكسينز لانه بكتيريا الجين حقه كبير. صح؟ شباب خلاص بخلص. الفاكسين حقه كبير. قالوا طيب يا جماعه ما دام الدي ان حقه كبير ليش ما نعمل اتي؟ نروح في الجين هذا ونجيب حق الهيباتايتس بي سيرفيس انتيجين ونعمل له انسرشن في الجين حق البي سي جي فاكسين، فحيصبح بالشكل ده. دخل واحد للشخص الاثنين، فحجم المناعه الاثنين لحاجه بنسميها اميونيتي اجينست التي بي واميونيتي اجينست الهيباتايتس بي فايروس. قلت بلس في واحد صحيح، بحيث انه اضمن انه حيحصل انسرشن لجين. وليش اللي ايش اللي اتاح لي الفرصه دي؟ لانه الجينوم حق التي بي كبير، فبالتالي معايا مجال اني اعمل انسرشن للهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، وبالتالي لو ما حقنها حاصل على مناعتين، مناعه اجينست التي بي ومناعه اجينست الهيباتيتس بي. احنا خلنا قبل شويه انه نعمل سبليت، سميناها سبليت فاكسين، ان احنا نكسر الفيروس وناخذ الهيماجلوتينين والنيرومينيدين. قالوا العلماء نفكر بحاجه ثانيه سموها سينثيتيك بيبتايد فاكسين. كيف؟ نروح نجيب الجين الريسبونسبل فور هيماجلوتينين ونجيب الجين الريسبونسبل فور نيورامينيديز، وبعدين نحقنهم وداخل الجسم حيتكون البروتين وحتكون في انتي بادي اجينست البروتين هذا وحتكون مناعه ناتجه عن حاجه بنسميها سينثيتيك بيبتايد فاكسين. جابوا الان فكروا بحاجه اسمها دي ان اي فاكسينز. يجيبوا الفيروس والتارجت جين اللي عاوزين يعملوا له الفاكسينز ويدخلوه في بلازميد. البلازميد ده حيدخل فيه او حصل ريكومباينيشن للتارجت جين اللي انا عاوز اعمل له فاكسينيشن مع البلازميد ويحقنوها مباشره. البلازميد ده حيدخل ومعاه التارجت جين حتكون مناعه اجينس التارجت جين، ده سموه دي ان اي فاكسينيشن. الدي ان اي فاكسينيشن هذا لا زال اكسبيرمنتال لكن له نتائج مشجعة. أنتي أديوتايبك أنتي بادي فاكسين هذه معناها إنها حتكون دايركتد للهايبر فاريبل ريجونز للأنتي باديز، فقط لمنطقة الهايبر فاريبل ريجونز، وبالتالي لو كوننا أنتي باديز للهايبر فاريبل ريجونز هذه حتعمل مغالطة للإبيتوب وبالتالي حتستخدم كفاكسين بدل الأنتيجين. هذا الأنتيجين ون، شايفين كيف شكله؟ عبارة عن مربع وعليه دائرة. قولوا تمام. لا خلاص إذا كان شيباني غلطان ما يقول. طيب نروح نحقنه في فار. مش حيتكون أنتي باديز بالشكل ده. قولوا تمام. شايفين الأنتي بادي سبيسيفيك لهذا الأنتيجين حيرتبط بالإبيتوب اللي هو الدائرة. لهنا كويس؟ جميل. راحوا مسكوا الانتي بادي، شوفوا بس الفكره، مسكوا الانتي باديز وحقنوه في فار مره ثانيه. هذا الانتي باديز شايفين حقنوه في فار، مش حيتكون له انتي باديز شكله كده. طيب هل انتم معي الان ان الانتي بادي 2 شبيه بالانتيجين 1؟ فقالوا ايش نعمل شكلا؟ فنروح نحقن الشخص بالانتي بادي 2، فحتتكون في الهيومن طبعا حتتكون على طول انتي باديز، والانتي باديز دي شبيهه بمن؟ هاي يسموها انتي اديوتايب انتي باديز فاكسين. طيب اعمل لكم الابلكيشن حقها.
بس البرنسبل مفهوم. طيب الان اهم حاجه تفهم البرنسبلز علشان دي عليها اكسرسايز. لو فهمت البرنسبلز هتجاوب الاكسرسايز. طيب خلاص في معنى انتيجين حقناه وظهر له انتي باديز. الانتي باديز ده حقناه مره ثانيه وظهر انتيجين شبيه انتي بادي شبيه بالانتيجين. هو اللي نحمله في الهيومن حيظهر له انتي باديز اللي حيكون سبيسيفيك للانتيجين الاول. شايفين كيف حيكون سبيسيفيك للانتيجين الاول؟ طيب قبل من اكسرسايز اخر حاجه يعني تغيرت شوفوا هذه اروع شيء. طب يا جماعه ليش ما نفكر؟ مش احنا كل الناس يحبوا الموز؟ فيروحوا في الشجره حق الموز يجيبوا الدي ان ايه اللي احنا عاوزين نعمل له قناعه ونحقنه في الشجره حق الموز. مش لما يطلع الموز يطلع فيه الدي ان ايه اللي احنا عاوزينه، فكل واحد ياكل موز. سموها ادب، ليس شرط موز بس بدالها اي فاكهه. فكانك تاكل فاكهه والفاكهه دي حتعطيك مناعه اجينس سيرتن ديزيز. هذه يسموها ادبل فاكسينز. هذا الاكسرسايز اشتيكم تناقشوا عنه الان وهو اخر اكسرسايز. ليش جيف ريزون انتي ايديوتايب فاكسينز ار اوف ريال فاليو ان بوليسكرايد انتيجين؟ لو جاوبتوه بعطيكم نخرج بعطي كل واحد درجة اليوم لو جاوبت. سؤال بس اعيد لكم. احنا كان مشكلتنا في البول ساكرايد فاكسين انه حتطلع اي جي ام فقط. الان جو لما قالوا لو استخدمنا انتي ايديوتايبس حنتغلب على هذا الموضوع، كيف حنتغلب عليه؟ حلو. طيب كيف حنطلع انتي سيل حتشارك؟ ايش تعريف الانتي بوديز؟ اذا خلاص ضموا بروتين فبالتالي حتشارك التي سيلز وبالتالي تغلبنا على موضوع هذا حشرحه لكم الان. يعني كنا احنا نستهدف. طيب هذا احنا اتفقنا عن البوليساكرايد انتيجين. البوليساكرايد انتيجين اتفقنا انه اي جي ام صح؟ طيب تعالوا الان شوفوا هذه بوليساكرايد انتيجين كيف نعملها بتقنيه الانتي اديوتايب. هذا انتيجين 1 قولوا تمام. هذا شطار ونحقنه في فار. مش حيتكون انتي بادي بالشكل ده. هذا الانتي باديز الان نحقنه في فار مره ثانيه. مش حيتكون انتي بادي بالشكل ده. الانتي بادي بالشكل ده هو نفس الانتيجين حيتكون انتي باديز. ولانه انتي باديز ضمننا لانه جلايكو بروتين ما عادش بني سكرايد فبالتالي حنضمن انه المناعه تشارك فيها هذه البرسل. طيب خلاص معنا اكسرسايز وخلصنا. اميون سير على الاميون سير اب جيبز خلاص خلصنا. ناتشرال اكتيف اميونيتي ارتفيشال اكتيف اميونيتي ارتفيشال اكتيف ناتشرال باسيف ارتفيشال باسيف. تمام جميل. الاكتيف اميونايزيشن از انديوسد باي توكسويد. اكتيف اميونايزيشن تمام انتي توكسين اتنويتد باثوجين انفكشن. اذا معنا توكسويد اتنويشن انفكشن بس ما جاوبت كلكم. باسيف اميونايزيشن خلاص خلصوا معي is induced by toxoid antitoxin attenuated pathogen infection اكيد antitoxin passive killed bacterial vaccine is achieved by heat acetone culture on suitable media. Pertussis is an example. برتاسس واحدة من الاكزامبل. خمسة ركزوا معي لو سمحتوا. ال attenuated vaccine is achieved by formalin culture on unsuitable media
توكسويد بي سي جي فاكسين طبعا فورمولين هو يوجوالي بتكون الكالتشر انسيتبل كالتشر هي الاساس والبي سي جي فاكسين اكزامبل اوف توكسويد فاكسين بي سي جي ام ام ار ديفتيريا اكيد ديفتيريا طيب اكتف اكوايرد اميونيتي از كاركترايزد باي اكتف ها شورت ديوريشن ديفلوبمنت اوف ميموري سيل برافو نو رول للاميون سيستم اميديت اونست اكيد ديفلوبمنت ثمانيه وان اوف ذا فولوينج از ان اكزامبل اوف اكتف اميونيتي ماتيرنال اكوايرد انتي بوديز اكتف انتي توكسين عجينس ديفتيريا خيرت الله عليكم ادمنستريشن اوف جاما جلوبولينز following the subclinical infection. Bravo. Ah, mashallah عليهم. تسعة. No role. Ah. خلاص. هذا آخر سؤال لك. No role of T cytotoxic T cell against the killed vaccine due to. Taken by antigen presenting cell as a physical. أسباب أسباب ليش ما فيش للرول للT cytotoxic T cell؟ إنه تاخذ as a physical. Presented on MHC class 2. T helper cell هي needed. T helper 2. Not processed by presented by MHC class 1. New techniques, آخر سؤال. New techniques of vaccine production is genetic deletion that occurs by نعمل genetic deletion. Insert in gene of bananas. DNA vaccine, deletion of gene of virulent, recombinant vector vaccines. أكيد. شكرا جزيلا لكم واعتذر عن الإطالة. شكرا جزيلا لكم.